الو، لا حضرتك انا ابنه. ايه ده يا غبي؟ جايب لي رقم ابنه؟ ده رقم هو، انا احمل ايه برقم ابنه؟ مين معايا؟ ازاي حضرتك؟ طب انا مالي، حضرتك بتكلمني ليه؟ المفروض تكلم والدي، يعني تسأل تستفسر منه على اللي انت عايزه. شحنات بابجي؟ وحضرتك عرفت الموضوع ده منين؟ واشمعنى بتكلمني انا؟ ايه صح الغباء ودي؟ انتوا البنك؟ طب حضرتك المفروض عايز ايه دلوقتي؟ عايز تكلم والدي عشان تحدث البيانات، وحضرتك هتقول بقول لك ايه يا حبيبي؟ كنت عايزك تنزل تجيب من تحت كيس رز عشان ثانية يا أمي. طب ماشي، طب سيبك بس يا أمي. ثانية يا أمي، هنزل يا أمي. ثانية يا عم، ثانية يا أمي. صحابي، ثانية واحدة وجاي. حاضر، هنزل اللي كنت عايزه. خلي البحر، أنت ما تربيتش. ماشي. ألو، بقول لحضرتك، حضرتك هتقول لوالدي صح؟ طب حضرتك انا لو جبت لكم تحديث يعني البيانات اللي حضرتك عايزها دي، لو انا قلت لك دلوقتي هتضطر انك تكلم والدي ولا هيبقى عادي؟ طيب حلو جدا، انا اديني حضرتك بالظبط 5 دقايق وكل البيانات اللي انت عايز تحدثها هجيبها لك دلوقتي وتحدثها براحتك. ربنا يخليك، انا 5 دقايق وهكلم حضرتك. انت هتكلمني؟ ده البنك العسل ده. طب حاضر، متشكر جدا، يلا سلام. حضرتك السود، وانا جايب تحديث البيانات ده من واحد البنك. ليه في المواقف دي؟ انا شفته فين؟ حبيب قلبي. مش عوايدك يعني يا اخوي؟ جايبني بدري النهارده. ايه مستعجل على السؤال قوي؟ يا راجل، انا من امتى بجيبك عشان اسئله ولا عشان اعرف منك حاجه؟ انا دايما بجيبك في مصايب اصلا، وانت اللي بتروح قايل لي اسئله. خد بقى مصيبه النهارده. مصيبه ايه المره دي يا اخوي؟ اخويا انت هتصاحبني يا ابني ولا ايه؟ والله لو تصدق انا اصلا غلطان، انا عبرتك ولا جيت لك ولا كنت بساعدك في المصايب اللي فاتت دي كلها؟ ماشي، وريني كلب البحر انت، مين اللي هيساعدك النهارده في اي سؤال من الاسئله بتاعتك دي؟ والله العظيم ولا حتى سؤال النهارده اساله لك. ماشي. لا والله خلاص يا عم، بهزر معاك. انا خلاص بهزر. في انت ما بتهزرش يا عم ولا ايه؟ يا حبيبي، جيب ورا، جيب ورا. ها مصيبه ايه بقى يا اخويا؟ البنك كلمني النهارده على اساس ان انا بابا وعايز بيانات بتاعت بابا عشان يحدث البيانات بتاعت البنك. طب وانت مالك بالموضوع ده؟ مالي ازاي؟ ده انا بحمد ربنا ان هم غلطوا واتصلوا بيا بدل ما يتصلوا ببابا. يخرب بيتك يا ابني، انت هتنقطني من الكلام ده؟ ما تقول لي انت ايه علاقتك بالبنك اصلا؟ وايه المصيبه اللي انت فيها دي؟ يا جني، انا ساحب لحد دلوقتي يجي بتاع 2000 جنيه شداد بابجي من الفيزا بتاع بابا من غير ما يعرف، ولو عرف مش هيعلقني، ده هيخليني اشتغل بيهم. قول كده، عشان كده جبتني يا اخويا. ماشي، انا والله ما عارف انا هفضل اقعد اخدم فيك لغايه امتى كده. انا وجني امنيات بجد، مش هحقق كل الامنيات بتاعتك، بس ماشي. يلا يا عم، ولا زعل نفسك. امسك يا اخويا، ادي كل البيانات اهي. ايوه، 5 6 3 بس كده، تمام. حضرتك عايز اي بيانات تانية؟ تمام، كل البيانات حدثت، يعني حضرتك مش هتحتاج انك تكلم بابا صح؟ 100 100. بتسلم جدا وربنا يخليك. حضرتك كنت بنك زي العسل والله، متشكر. سلام. الحمد لله. نهارك يا اسطى مش معاك في يا بابا. قول لي يا رب، انت كلمت ناس على انهم من البنك وما لقيتهم البيانات بتاعتي؟ حضرتك عرفت؟ عرفت؟ دي انا هقتلك. انت ايه اللي قصيتك حاجه زي دي وتديهم البيانات بتاعتي وما تقوليش؟ وما جيتش تقول لي على حاجه زي دي من الاول ليه اصلا؟ عشان هما بابا كانوا عايزين تحديث البيانات وقالوا لي عايزين يكلموك اصلا في الاول، فلما عرف انهم عايزين يحدثوا البيانات وهيقولوا لك على الموضوع بتاع شحنات بابجي اللي انا شحنته ده، على حد قال شحن بتاع 2000 جنيه بابجي كان هيقولوا لك عليها، فانت كنت هتعلقني، فانا قلت لهم من غير ما انت تعرف. يا حلاوتك، عشان 2000 جنيه يسرق مني 200000 جنيه. ايه؟ البنك سرق منك 200000 جنيه؟ بنك ايه يا غبي؟ هو في بنك بيسرق؟ ده النصابين يهبل اللي كلموك. يعني انا بضحك عليا؟ يا ولاد اللذينه. ولا انت حلك الوحيد اللي اصلا لسه ما جربتوش لحد دلوقتي معاك ان البشريه تخلص منك. تعالى ايه ده؟ يا جني يا نهار اسود. جني ايه يا عم اللي يلحقك يا عم؟ طب جني عايز حد يلحقه لو ابوك يكلمه. طب هو كده مفيش سؤال النهارده؟ لا ازاي، انا هساله لهم بقى، ماليش دعوه بيه. طيب بما ان اللي حصل فيه ده يعني بعيد عننا، هسألك وانت تسأل النهارده. تمام؟ ركزوا معايا. رقم واحد،
رقم واحد هو مفكر واقتصادي مصري وكان عضو بمجلس الشيوخ، وساهم في انشاء بنك مصر والعديد من المشروعات التي يليها كلمة مصر، مثل شركة مصر للغزل والنسيج وشركة مصر للطيران وشركة مصر للتأمين. فأنت بقى يا اخويا اللي جبت له بقى صح؟ تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا اول حاجه السلام عليكم، تاني حاجه اللي عارف مين الشخصيه دي بسرعه ينزل حاجه يكتب في الكومنتات عشان تعرفوا بعد كده تقولوا انت كنا نزلنا كتبنا. تمام، باختصار للكلام كله، الموضوع بيتكلم في ان في سلسله جايه من 30 فيديو، السلسله بتاعت الكتاب السحري. تمام، المفروض كل حلقه بتظهر فيها شخصيه جديده، طبعا شخصيه خياليه، شخصيه اسطوريه، شخصيه تاريخيه، على حسب ما تطلع. المفروض كل حلقه من دول بيبقى فيها شخصيه جديده، انت المفروض بتعرف الشخصيه دي، تلحق تنزل تكتب في الكومنتات اول شخص، يعني طبعا اول شخص هيجاوب يكتب اسم الشخصيه صح المفروض بيكسب. درع القيصر طبعا اغلبيه الناس عارفاه، ومعاه طب دي مفاجأة المفروض انا كنت شايلها لكم، المفروض ده تصميم مبدئي للمرش، طبعا المفروض كان المرش لسه ما خلص، بس طبعا هيبقى المفروض مع الدرع كل واحد هيكسب، المفروض يبقى ليه درع قيصر، وتصميم المرش ده يا دوبك تصميم مبدئي. طلعت بكسات عشان الكل يبقى عارف ميعاد الحلقة هينزل امتى بالظبط عشان الكل يلحق يجاوب. ان شاء الله كل يوم من السلسلة بتاعت الكتاب السحري هينزل الساعة 7 بالظبط، ان شاء الله كل يوم شخص هيكسب مرش ودرع قيصر. تمام، وفي الحلقة اللي بعدها هقول عن الفايز كان في الحلقة اللي قبلها. تمام، يعني الحلقة بتاعت بكرة هقول الفايز كان في الحلقة بتاعت النهاردة. واللي مستعجل او عايز يعرف اسم الفايز من النهارده ان شاء الله هنزل ستوريات على الانستجرام قبل الحلقه بتاعه بكره، يعني هيبقى مستعجل يروح تابعها على الانستجرام او يشوف الستوريات اللي هناك هقول فيها اسم الفايز قبل ما انزل الحلقه بتاعه بكره اللي هو المفروض يعرف فيها الفايز. فاهم حاجه؟